الأحمق وماله سرعان ما يفترقان، هو المعنى الحرفي للمثل الإنجليزي A fool and his money are soon parted، ويشير إلى أن الشخص الأحمق سيفقد ماله سريعا وإن كان يملك الكثير منه. يستخدم هذا المثل لوصف الشخص الذي يخسر ماله سريعا لتبذيره له بغباء دون تقدير الأمور والعواقب. فإذا قام المرء بإنفاق ماله على أمر ضروري كطعامه وشرابه ومستلزمات بيته، فهذا أمر جيد لا يمكن لأي كان انتقاده أو التعليق عليه. أما إذا أسرف ماله في اللهو واللعب كشرب الكحول أو المقامرة مثلاً، فهو شخص شديد الحمق سوف يفقد ماله سريعا. يعود أصل حكاية المثل إلى أكثر من 450 عاما، فقد استخدم هذه العبارة أول مرة الشاعر الإنجليزي توماس توسر، وقد اشتهر توسر بفضل قصيدته 500 نقطة للتربية الحسنة، وهي قصيدة مطولة نشرها عام 1573 وجاءت مليئة بالحكم والمواعظ والتأملات، وفيها وردت عبارة الأحمق وماله سرعان ما يفترقان بصيغة مختلفة عن تلك المستخدمة حاليا ولكن بالمعنى نفسه، إذ جاء في النص الأصلي الذي كتبه توماس توسر A fool and his money be soon at debate after with sorrow repents him too late، ومعناها سيجادل الأحمق ماله قريبا ثم يصيبه الندم وقد غمره حزن شديد ولكن بعد فوات الأوان. أما الصياغة الحالية لهذا المثل فقالها جون بريدج عام 1587 في خطاب مطول دافع فيه عن الحكومة الإنجليزية آنذاك. وجون بريدج هو رجل دين إنجليزي عين أسقف أوكسفورد في عهد الملك جيمس الأول، فتحولت قولته إلى مثل شهير، لكن يظل الشاعر توماس توسر صاحب فكرة المثل الرئيسية.